تتزاحم الأفكار في العقل، ولا وأجد صعوبة في ترتيبها لأن الوقت ضيق والمصاب جلل والموقف كبير. نحن اليوم في الذكرى السنوية لاستشهاد الشيخ المناضل المجاهد نمر النمر، سليل أسرة العلم والمجد، الرجل الذي جاهد أعظم الجهاد. وأنتم تعلمون أن أعظم الجهاد هي كلمة الحق عند سلطان جائر. ولا أعتقد في هذه الأيام أن هناك سلطانا جائرا كما هو الوضع في بلاد نجد والحجاز التي تقبع تحت حكم هذه الزمرة التي فاقت في إجرامها كل الجبابرة على مر العصور. فكل الجبابرة قد نلتمس لهم العذر أنهم كانوا يقاتلون عدوا يرونه عدوا لهم، ولكن هؤلاء الجبابرة أتوا بما لم يأتي به الأوائل، فقد نجحوا في تدمير الدين وقتال أهل الدين باسم الدين وبمال العروبة والإسلام وبأيدي مع الأسف عرب مسلمين. يعني عدو أو عفوا جبابرة يعني غير مسبوقين في التاريخ، لا فرعون ولا حتى شارون. شارون يقاتل من نظنهم أعداءه، يعني ماذا يفعل الشخص ده اتجاه أعدائه؟ أكيد سيقاتلهم. لكن هؤلاء يقاتلون من ينطق الشهادة ومن يصلي نفس الصلاة والصيام والحج والزكاة ويقرأ نفس القرآن، ثم يسمون أنفسهم بخدم الحرمين الشريفين. هل رأيتم وقاحة أكثر من هذا؟ لقد ابتلي العالم الإسلامي والعربي بهذه الأسرة التي أساءت إلى رموز الأمة الإسلامية، ومن أمثالهم وعلى رأسهم يعني علماء كثيرون، ولكن اليوم نحن نستحضر الشيخ نمر النمر و أعمامه أو أجداده أو من نفس أسرته أيضا عانوا نفس المعاناة ومن نفس الأسرة، وكانوا صادعين بالحق وبالحرية، يعني نداء الحرية ونداء الكرامة ونداء الحق أمام ذلك السلطان الجائر، بغض النظر عن المسمى فلان أو علان، ولكنهم نفس السلالة بنفس التوجه وبنفس الفكر، ولا زالت المدرسة ذاتها مستمرة إلى اليوم. في اليمن أيضا نفس الكلام، هنالك أيضا شهيد صدع بالحق وسقط نتيجة لذلك، وهو الشهيد حسين بن بدر الدين الحوثي، كان صاحب نفس الفكر ونفس كلمة الحق ونفس دعوة الحرية. صحيح أن من تآمر عليه كان النظام السابق، ولكن بعد أن تكشفت الأوراق اتضح أن المحرك الداخلي لتلك الهجمة كان ينتمي إلى نفس المدرسة التي ينتمي إليها ابن سعود. إذن هذا الفكر بغض النظر عن الرجالات التي تتبناه يقود إلى نفس المآسي ونفس الظلم ونفس الإجرام. وبالتالي لا أعتقد أن هناك يعني أمرا واجبا في هذه الأيام مثل الوقوف تجاه هذه الزمرة وتجاه هذا الظلم، لأن هذا هو أعظم الجهاد. لا أريد أن أطيل عليكم، أدعوكم لقراءة الفاتحة على روح الشهيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.